وينضم إلينا عبر الهاتف صلاح إبراهيم الناطق الإعلامي باسم لجنة إدارة جائحة كورونا من سبها. سيد صلاح مساء الخير، لو وصفت لنا الوضع الوبائي في سبها. مساء النور، أهلا بك. الوضع داخل مدينة سبها من ناحية الوبائية لا يزال كما هو عليه، لا تزال حالات تظهر بمعدل يومي. الأيام الماضية كانت هناك نقص في عدد الحالات، وذلك يرجع إلى عملية فحص المشغلات هذا المركز. الملاحظ في هذه الفترة ارتفاع عدد حالات الشفاء بشكل ملحوظ جدا داخل المدينة والمنطقة بشكل عام. أيضا إقبال المواطنين أصبح بشكل أكبر وواضح على الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية، وأيضا الذهاب إلى مراكز الكشف الأولية عند ظهور أي عرض من أعراض الإصابة. نعم، كيف تتعاملون مع الحالات التي تحتاج للعزل الصحي؟ طبعا الحالات التي تحتاج للعزل الصحي يتم نقلها على الفور إلى مركز العزل البركوري الموجود داخل مدينة سبها. أغلب الحالات الموجودة داخل المدينة يعتبر وضعها مضطر جدا، نسبة كبيرة جدا من الحالات تتوجد بها أعراض، البعض أعراض خفيفة هم موجودين بالمنازل. من الحالات التي تظهر عليها يعني أعراض حادة وصعبة يتم نقلها إلى مركز العزل. لدينا حالة خرجت بالأمس من مركز العزل البركوني، وهي ترجع إلى طبيب مصري الجنسية، بعد تحسن حالتها خرجت بالأمس من المركز. حاليا لا توجد حالات داخل مركز العزل، الوضع يعتبر مستقر جدا وأفضل مما كان عليه في بداية ظهور الوباء داخل المدينة. نعم، والآن سيد صلاح، ما هي الاستراتيجية المتبعة لديكم للحد من انتشار الفيروس في المدينة؟ طبعا أهم الخطوات اللي عولنا عليها داخل مدينة سبا هي حملات التوعية والإرشاد والتوجيه للمواطنين لقطع العدوى وعدم انتشار الوباء بشكل أوسع، وهي الحد من المناسبات الاجتماعية. التباعد الاجتماعي ركزنا كثيرا بحسب تصريح اللجنة العلمية الاستشارية على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وعند الخروج من المنازل وفي الأطراف. أيضا وجهنا يعني نداء للمواطنين، لاحظنا الالتزام واضح جدا، عدم التردد والذهاب إلى المستشفيات الصحية أو مركز سبا الطبي عند ظهور أعراض تنفسية، وهذا ما حصل ويحدث الآن. أي عرض تنفسي لدى أي شخص يتم التوجه على الفور العيادة التنفسية. الحقيقة يعني التعويل الأول وبشكل كبير جدا هو على وعي المواطنين، ولحد الآن نقدر نقول أن نجحنا نوعا ما في توعية المواطنين وإلتزام، زي ما ذكرت لك عملية الالتزام والوقاية أصبحت واضحة جدا داخل المنزل.